اتفضلي استاذه اسماء، اهلا وسهلا، اتفضلي. الو، الو، ايوه مع حضرتك. اتفضلي. هو تمام. انا عندي سؤال بس هو طويل شويه بخصوص حلقه البرنامج. هو انا متجوزه بقالي 3 سنين، ها، ومن الخطوبه وكل الصفات اللي حضرتك بتقول عليها الحمد لله يعني كانت متوفره فيا وبزوجي، ف والدنيا ماشيه تمام. حتى يعني احنا من اول ما اتجوزنا دخل الكورونا والحاجات دي كلها وقدرنا نشيل بعض والدنيا كانت حلوه يعني انت لغاية بس متجوزة دلوقتي فترة قريبة. من ثلاث نعم، سنين متجوزة دلوقتي من 3 سنين. من 3 سنين يعني تميت ال3 سنين، طيب، تم كام شهر كويسين والدنيا ماشية تمام لغاية ما أنا سبت الشغل بتاعي والدنيا بس كانت مأزمة ساعة الكورونا زي ما حضرتك عارف، وبعنا الذهب أو بعنا الحاجات اللي بنملكها نقدر نشتري. دلوقتي بقى الظروف رجعت مش كويسة تاني، وفي صفات كتير قوي حضرتك بتقول عليها مش قادرة أقول إن هي بقت موجودة في زوجي. يعني هو تدبر أمره وخد مقر، حتى سألت حضرتك فيه إن هو هيجيب موتوسيكل ويشتغل عليه والكلام ده كله. هي الفكرة دلوقتي إن هو ما بيسعاش أو بيسعى بالقليل قوي، أو ممكن نقول ظروف ما الحياة بيسعاش، صعبة جدا. ممكن نقول ما بيسعاش بالصورة اللي أنا اللي ترضيني، أحسن كده؟ ممكن هقولها لحضرتك بالظبط ازاي. يعني لو كان في الاول بيسعى والدنيا كانت احسن من دلوقتي طبعا ظروف الدنيا، وكان يجيب 100 جنيه في اليوم تكفينا يومين مثلا، دلوقتي الاقيه عشان انا راضيه، ده اللي انا حاساه او شفته، عشان انا راضيه او ساكته او بحمد ربنا على اي حاجه موجوده دلوقتي ممكن يسيب لي 30 جنيه. طيب حضرتك خلاص، متخيل؟ فده قصدي، اللي مش الصوره اللي ترضيني بس الصوره اللي اقدر اكمل بيها الحياه. خلاص انت كده فاهمه سؤالي وجاوبت عليه اجابه صحيحه. قولي لي بقى اساعدك ازاي. انا بقى اللي مش عارفه، انا ابتديت اتكلم وابتديت اقول انت كنت لازم تتكلمي من اول خالص. يعني انا بتكلم بس مش بالصوره الضخمه اللي انا محتاجه اتكلم بيها دلوقتي. يعني كنت بفضل اقول له من اول ما جاب الموتوسيكل داخل في ثانوي، معلش دور، معلش اسعى، وبتكلم بالراحه والدنيا كانت بتمشي تمام. فدلوقتي انا حاسه ان انا جوايا طاقه محتاجه اتكلم اكتر وبصوره اكبر، طيب وما حاولت اتكلم تعالي بقالي خليني يومين يا بقى اتكلمت انصحك شويه بصوره نصايح. كبيره، تعالي خليني انصحك، اتفهمت ان انا كده ما بقتش انصحك مرتاحه شويه معايا، اتفهمت ان انا كده مش راضيه بحالي، حاضر اكلمك واتفهمت شويه. بطريقه لدرجه ان انا منعزل عني بقالي يومين. طيب خليني اكلمك على شويه نصايح يا استاذه اسماء واقول لك تعملي ايه. انا عندي 3 نصايح. اولا هبتدي من الاخر، اولا ما تعزليش نفسك عنه خالص، ما تعزليش نفسك عنه. ليه؟ لان العزل ده بيخليه يحس ان انت قطعتي سبيل التفاهم. وتاني حاجه تقعدي معاه النهارده قبل بكره، تقعدوا ساعه تقولي له تعالى نتكلم ايدي بايدك ازاي نطور حياتنا، لان احنا عندنا احتياجات والظروف بتتغير. انا موجوده عشان اساعدك مش موجوده عشان الومك. ده مش هيبقى فيه لوم لكن فيه مساعده، واحنا مع بعض هنفضل كل ما نتكلم مع بعض كل ما يكون احسن. الحاجه المهمه وانت بتقولي له الكلام ده تكوني هاديه وتكوني قصدك ان انت فعلا تساعديه، مش قصدك ترديه عنه ومش قصدك ان انت تغيريه. يعني ممكن لو وصل الحال اساعدك ازاي، انا حتى لو قالك تساعديني بانك انت ما تطلبيش مني فلوس تاني، قولي له طيب انا موافقه، بس السؤال ازاي بقى هندير بيتنا وازاي حياتنا هتستقر؟ انا خايفة ان احنا لو مشينا على ده حياتنا ما تستقرش. فانت ممكن تخليني ما احسش بهذا الامر لان احنا نزلنا قوي عما كنا بنعيش فيه مع تغيرات الحياة. نعمل ايه عشان حياتنا تفضل مستقرة؟ يبقى اول حاجة ببساطة خالص انت ما تقفيش عن الكلام، لكن اول حاجة ببساطة لا تنعزلي عنه. الانعزال بيفتح الباب للشيطان على طول. تاني حاجة لو سمحتي اجلسي معاه وتكلمي، ولكن تكلمي وانت نيتك من جوه ان انت تساعديه مش انك تغيريه، ومفيش مانع ان انت تنصيله على ده. الحاجة التالتة والمهمة ان لما يجي ويقولك انا ما عنديش حل اطرح عليه سؤال، طيب ممكن ايه ممكن نعمله عشان نتحسن؟ ليس معنى ان انت ما عندكش حل ان احنا نفضل ما عندناش حل على طول. لا، تعالى واطرحي عليه السؤال ده واستجيبي منه باللي هو هيقوله وصدقيه، وحاولي تبني على الكلام اللي هو هيقوله. يبقى 3 حاجات اهو: لا تنعزلي، تحاوري،
ايه اللي حاصل؟ ابني على النقطة اللي هو يقولها وعيشوا مع بعض وان شاء الله ربنا يفتحها ليكم.